في سور روز بمقاطعة روز تم نقل إيرين للمقر السابق لفيلق الاستكشاف، وإيرين مدرك أنه محاط بنخبة من قاتلي العمالقة حيث سيتخلص منه إذا فقد سيطرته كعملاق أو غدر بهم، وقاموا بتنظيف المقر ليمكثوا أو ليسكنوا فيه، وسيظل في القلعة لمدة 30 يوما من أجل مراقبة إيرين وتبرئته من الحكم، وبنفس الوقت سيقومون بالخروج للاستكشاف خارج الأسوار. ثم وصلت هانجي المهوسة بالعمالقة وكانت متحمسة بوجود إيرين لإجراء التجارب عليه لاحقا كعملاق. أخبرته عن العملاقين التي قبضت عليهم، أحدهم بطول 7 أمتار والآخر 4 أمتار، وسمتهم أيضا بسوني وبين، وكانت تتحدث معهم. ومع التجارب لاحظت أن العمالقة يستمدون طاقتهم من الشمس دون الحاجة للأكل أو الشرب، فقط هم يأكلون البشر كتسلية. وجربت آني الألم الجسدي عليهم كجزء من الاختبار لمعرفة ما سيؤثر بالعمالقة غير الألم خلف رقبتهم، وكانت آني متهورة بتجاربها، واكتشفت أيضا أن جسد العمالقة خفيف، وطلب إيرين المزيد من التفاصيل، لكن لم تتوقف عن الحديث حتى صباح اليوم التالي. ثم وصل لهانجي خبر قتل العملاقين سوني وبين من طرف شخص مجهول، وجن جنون هانجي. وصلنا إلى نهاية الفيديو، انشروه للغير للاستفادة. نلتقي مجددا بإذن الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم.